الإذاعي والتلفزيوني مشاهدي أوغريت ومستمعي إذاعة أمواج. هلأ صار وقت الأبراج، بدنا نقول لك يسعد صباحك يا ست فريال. يسعد صباحك. بدنا نعلي صوتنا ست فريال شوي، الصوت ضعيف. يلا عمك صباح النور. أهلا، عم تسمعيني ست فريال؟ معك يا عمري. أنا ما عم بسمعك. بل أنا عم اسمع. طيب ما بعرف إذا المستمعين أو المشاهدين عم يقدروا يسمعوا، يا ريت تخبرينا عن حركة الأبراج والكواكب. عزيزتي اليوم يسعد صباحك وصباح كل شي عم يسمعني. طبعا ما كثير في تغيير بموقع الكواكب. المريخ عم يتقدم في زهر في الأسد إلى جانب الزهرة. طبعا عطارد كمان عم يتقدم في برج الجوزاء. في عزيزتي الأمور إسا كما هي، بس بشكل عام الأمور إن شاء الله يا رب منيحة. بدي أحكي شغلي إنه الأبراج كلهم صاير عندهم مزاجي أو نوع من الالتزامات الزايدة أو الطلبات عم تكثر، فكلنا عم نحس بحالنا إنه عنا سحنة، عنا تفكير، عنا شيء مخيم علينا. يمكن هيك عاملنا نوع من شوي من قلة المروة أو مزاجين فعلا نحن هالفترة. بشكل عام ما في شيء سيء، إن شاء الله يا رب الخير لكل الأبراج. راح نبلش مع برج الحمل. يسعد صباحك اليوم يا برج الحمل. اليوم عندك صحيح شغل مضغوط، عندك طاقتك مو كتير منيحة، مع ذلك عم تعمل شغلاتك وعم تقوم بواجبك على أكمل وجه. بس شوي خليك هادي يا عزيزي، كأنه حدا هيك بحاول يستفزك، فبعد عن أي طاقة سلبية أو عن أي حدا ممكن يعطيك طاقة سلبية. فاليوم الحمل أنا برأيي أنه كثير يشغل حاله لوحده، لا كثير يناقش، لا كثير يجادل، لا كثير يعاند، بيكون كثير منيح. أنا بتمنى تعلي صوتك ست فريال. برج الثور حبيبي صباح الخير يا برج الثور. اليوم للاجتماعات اليوم أوقاتك إيجابية، عندك طاقة كثير حلوة عم تنشر لطافتك وجديتك ومثاليتك قدام محيطك، فأنت اليوم مسموع الكلمة. وحضرتك كثير اليوم هيك عندك حضور حلو وعندك لباقة بالحديث. نحن اليوم عنا هيك سؤال خاص من مواليد برج الثور، عم يقولوا لك رجل الثور كيف أيامه المقبلة؟ كثير منيحة. الأبراج الترابية شوي عندهم تعب كان بالبداية، بس لهم حصة كثير كبيرة. يمكن عندهم مال، عندهم فرصة بيحصلوا عليها، صلوا الفترة ناطرينا. لو تأخرت يا عزيزتي رح تجي إن شاء الله، وقريبا ولست الأمور تصير أحسن إن شاء الله. نقول صباح الخير للجوزاء. برج الجوزاء يسعد صباحك يا جوزاء. اليوم انت محتار، كأنه عندك قرار لازم تاخده او ملتزم بوقت معين، وعد انت اخده على نفسك. ما بعرف عندك شوي صعوبة، يمكن ما رح تضبط امورك يا عزيزي الجوزاء، فخليك كتير دبلوماسي. نصيحتي لإلك ما تعاند الطرف الثاني لانه رح تتعب كتير كتير. برج السرطان من قلو صباح برج السرطان الخير. صباح الخير يا برج السرطان. اليوم متألق، يملك طاقة يمكن غير العادي، فعنده مرونة، عنده لطافة، عنده يعني هيك كلام بيطلع من تمه كتير حلو ملفت للنظر. فاليوم السرطان بيقضي كل أوقاته إذا أحب طبعا بشكل إيجابي كتير منيح. برج الأسد صباح الخير يا برج الأسد. اليوم التزاماتك زايدة وحاس حالك إنه كل ما أنك عم تزيد طلبات عليك، وأنت اليوم بتمنى كتير. نصيحتي لإلك تهدأ وما كتير تكون عصبي، ردك بشكل هادي أفضل رد على الطرف الثاني، فبتمنى لك كل خير يا برج الأسد. برج العذراء صباح الخير يا برج العذراء. اليوم القمر عندك، فعندك مفاجآت، عندك أخبار حلوة، عندك بشارات، عندك مال كتير حلوة. أمورك يا عذراء بتمنى كتير تغتنمها، وكأنه فرصة لتفوتها، يمكن لقاء مع حدا أو عودة اتصال بحدا أو الطرف الثاني بيتصلح أمر ما بينك وبينه، فبأمورك بتكون كتير منيحة إذا كتير هادي أو استخدمت هالطاقة بشكل إيجابي. برج الميزان ميزان صباح الخير يا ميزان. اليوم عندك طاقة كتير، حاس حالك هيك كأنه حدا بيستفزك أو حدا بيحطك بحالة عصبية أو حدا بيعاندك نتيجة ثرثرة أو نتيجة كلام صار بالماضي، فهذا شوي بيعمل لك نوع من الوهن. بس نصيحتي لك اليوم تكون كتير واقعي وبعيد عن الأحلام عزيزي. مو مثل ما بدنا دائما بيصير، ولا مثل ما بدنا قادرين نجيب ناس يفهموا علينا أو نحن نفرض علينا آرائنا.
خليك حاسب حساب هالموضوع، لا تحلم كثير يا ميزان، خليك واقعي وما تصدق أي حدا بالأمر السهل. برج العقرب، وفي هيك سؤال عن نساء العقرب، كيف وضع المرأة العقرب هالأيام؟ يا عزيزتي العقرب، مع أنه أنا كنت تعبان لآخر السنة، بس إلا ما يوجد يعني له حصة كثير هيك، يعني فينا منقول من اليوم تحديداً العقرب أو هالأسبوع القدامنا هيدا للعقرب، أنثى ولا رجل؟ الرجل طبعاً مضغوط تعبان حاسب حاله أنه عليه كثير شغل، أما الأنثى عندها أخبار حلوة، عندها ناطرة شيء بتوفى وعد لإلها، الأمور كثير منيحة اليوم يا أنثى العقرب أو للعقرب بشكل عام، عنده في قواسم مشتركة اثنين يا عزيزتي، أول شيء عنده المال، ثاني شيء عنده حالة نفسية منيحة، دائماً عنده المال العقرب تماماً يعني على فكرة الأسبوع الجاي العقرب ملك الأبراج مالياً، الله يرزق يا رب، عقبالنا ست فريال توصل إن شاء الله يا روحي عقبال الكل، بس العقرب هيدا الأسبوع اللي جاي أنا بكله ملك من ملوك المال، بس عزيزتي والله صدقيني المال مو دائما بيجيب لك السعادة، معك حق يا ريت الناس تفهم هالقصة، بس صعب والله بهالأيام الصعبة المال مهم. ايه تماما مهم كثير، بس يعني انا معي مال وماني مبسوطة، شو بقى شو بدي بتحاولي تزعلي انت ومعك مصاري، احسن ما تزعلي انت ومعك. بنقول صباح الخير للقوس. صباح الخير يا قوس، اليوم بزران عزيزي عندك خيبة امل كأنك تنصدم بحدا او كنت انت موعود من حدا بشي واليوم تنصدم فيه يا عزيزي، بعد ارجع يعني اوعك ترجع على الماضي وتقول صار كذا او فلان حكى كذا، فاليوم انا بتمنى كثير تبعد عن هالموضوع لانه التفكير او الرجوع للماضي عندك تعب منه، بس انت قلتي انه ايامهم احلى للقوس. طبعا القوسيين كثير مناح، بس مو كل يوم عزيزتي، كمان القوس ليكون كثير طماع. طماع ما اليوم بيتزا. اليوم بيتزا الجدي، أهم شيء القوس لا يرجع للماضي. أوكي. لا يقارن، هو ليك الماضي ما فيه خير، ما تمام. مضى قد مضى يعني. صح. الجدي شو وضع الجدي؟ الجدي أيامه منيحة والله ما بنشوفه غير تماما. صباح الخير يا برج الجدي، اليوم أحسن بكثير معنويا، كلامك بتسمعه كأنه هيك، طبعا هالكلام هيك بخص العواطف أو بخص الحنان أو اعتراف بتعبك أو اعتراف بأنك أنت مهم كثير لنا، فكثير هذا الكلام بيعطيك قوة معنوية وعم تمارس مثل ما بيقولوا جماليتك ولباقتك على حولك بكل قوة معنوية، أمورك كثير منيحة اليوم يا جدي. برج الدلو. برج الدلو صباح الخير يا برج الدلو، الأمور كمان اليوم كثير منيحة، عم يدعمك المحيط اللي حولك وكأنه اليوم بيخفف عنك طلبات التزامات أو أنه تماما، فاليوم الدلو أنا بعتبره من بيقضي كل وقته هيك أوقات فيها مراح له عزايم، عنده حب الدلو هالكم يوم. عنده حب ايه طبعا ليك يا عزيزتي لقلك شغلي وكل شي عم يسمعني عم يفهمني، يمكن اي حدا فينا يمكن ناقصه بهالفترة العواطف، صح، فاي واحد فينا عنده هالفراغ وبيتعبى بشكل منيح بشكل صادق بشكل وفي، فكوني واثقة انه المعنويات بتعلى بدون ما تحسي. طبعا بدنا نقول صباح الخير لمواليد اخر الابراج الحوت. اخر الابراج صباح الخير يا برج الحوت، اليوم انتبه كون رايق، حواليك ترترة، حواليك مشكلة، حدا من العيلة او افراد العيلة، يمكن ابن يمكن اخ بيعمل مشكلة وممكن انت تدخل فيها بدون ما تحس، خليك حكم عادل، انا هيك بتمنى انك تسمع الطرفين وما تحكم على طرف بدون ما تسمع الطرف الثاني، فبتكون كتير انت بهالحاله انه انسان عادي. بدنا نقول كل عام وانتم بخير لمواليد اليوم 24/6 ونشوف شو مخبالهم الفلك بسنتهم الجديده. ان شاء الله يا رب كل عام وانتم بألف خير، ان مواليد هاليوم ولمواليد كل الابراج، بعتبرها انا فتره فعلا مضيت منيح كثير، كانت شوي ما كثير الامور منيحه، بس الامور الجايه يا جماعه انا قلت من الشهر السادس وما فوق كثير بتصير، طبعا شيل الظروف الخارجيه، الظروف كل واحد فرد فينا عنده حلول، عنده فرص، عنده يعني كثير عم نسعى له، ان شاء الله يا رب نحسن نحقق ولو امنيه من امنياتنا، لانه كثره امنياتنا وكثره احلامنا وكثره طلباتنا
فبتمنى الخير لكل، وإن شاء الله يا رب الجاي كتير منيح. إن شاء الله يا ست فريال الجاية يكون كتير منيح، إن شاء الله بينعاد على كل المتابعين المشاهدين المستمعين، بينعاد على الجميع بالخير والصحة والسعادة، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك بيحمل كل الفرح والسلام لبلدنا. إن شاء الله يا عمري. باي باي. عليك بالخير، وشكرا لكل متابعي المركز الإذاعي والتلفزيوني مشاهدي أوكريت ومستمعي أمواج. لهون بيكون خلص مشوارنا معكم، أكيد موعدنا بالجدد معكم بكرة، من هون لوقت تضلوا بخير.